السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب اسمه الماب العشوائي راندمايزد ديثرن او ماب الديثرن العشوائي. فقبل ما ابدا المقطع تنسون لايك اشتركوا في القناه كنتم مشتركين، واعتذر اعتذر اعتذر اذا تشوف هذا المقطع في وقت متاخر، لكن سوالف كلها في سناب، تابعوني سناب وراح تعرفون ليش قاعد اتاخر المقطع حق اليوم، يعني مثلا قاطع عن القناه في يوم ما راح تعرفون كل شيء عن السناب. فلا تنسون كود اليوتيوب شوب في اس ال، حاليا حاطين 12 واحد، يعني كل 14 يوم يتغير يا شباب الكود وينمسح، يعني في اس ال في اس ال في اس ال. بس ما ابغى اشغلكم باكواد ثانيه، في اكواد ثانيه بس ما ابغى اشغلكم فيها. خلونا نبدا ماب اليوم. يقول لك سيف ذا ماب تو يور فيفرت. اوكي، ما ابغى كود رايت شوف في اس ال، وهذا حسابات الشاب اللي تسوي الماب اللي اسمه اف ان اس انيموس، ما ادري ايش ذي. طيب اوكي، هذه اوكي، توقعت انها تنطط ما ادري ليش، لكن اوكي فنرجع لفوق. يو ساتر، وليش دمجت الحين انا؟ ليه؟ سؤال. اوكي صديق، اي لعب فيني لعبه وش اسوي؟ طيب اي مسافه بعيده والله. اوكي لازم دن اوكي والله وجبت. طيب هذا اتوقع انه ننط بس. اوكي هذا عرفت له، اذكر كم مره سويت كذا. والله بو يشتغل. طيب هنا بونسر مثل ما تشوفوا الاضاءه حقته، مويه هلو. اوكي طيب خلونا نحط كل شيء ابيك في الماب، بشوف كيف يطلع، هل بيطلع جام. اوكي اتوقع انه ما ينفع، فخلونا نرجع الكوستوم. طيب نطفي الشادو، فبسم الله. اوكي هذا الرفت قبل شوي، حلو حلو، شو كيف تشيك سبيد، والله جامد. يا ساتر ايش الليفل جامد، والله الوانه خرافيه. الو اوكي اوكي والله ليفل غريب جدا بس يا لبيه. طيب هنا دروبر خفيف. اوكي موف تو تايرز تو ديستروي ذا تارجتس ابوف. اوه موف ذا تايرز، سوري لاحظ. اوكي اوكي الحين ناخذ الكفر، نسيت اني اقدر اخذ الكفر، ما ادري ليش نسيت. طيب نحط الكفر مره ثانيه، خلصنا باقي هنا. اوكي والله فكره جميله جدا، اول مره اشوفها، بس مو باول مره اشوف الطيحه فيه. اوكي هلو بي، يقول لك تطفت البارير هذه ما ادري ايش اسمها. طيب الحين بس خلاص ولا بعد؟ اوكي الكفر لازم اجيبه هنا، الحمد لله اني جبته معي. يا ساتر فخ. اوكي الحمد لله. وات يقول لك طفت كيف تلف الغريب. اوه يا الليفل غريب والله العظيم غريب. يا ساتر. لا لا تكفى انزل. اوكي طيب ليش ما يسرع؟ واو الكفر بسرعه قبل ما اموت. البوزر الكفر لا. يا ساتر حلوه. طيب هذه تنطط ولا اوف والله زحلق فيه، والله العظيم ما حسبت حسابها. يا ساتر هذا وش سيرش؟ اوه هلا بي الحركه، هلا بي الحركه. طيب ممكن اصيد شيء؟ اوكي اكل سمك بس كذا. اوه عرفت كذا، اللي معي هي اللي تنقص بعيد. اوكي الفخ اللي جاء جنبي، لا قاعد اشوف الفخ. طبعا اكتشفت اني رحت نفس المكان وداني عالم ثاني مو زي اللي قبل شوي، فما ادري شو الوضع والله، والله اني صدق ما ادري شو الوضع. يعني رحت فوق يسار قبل شوي، صار ما له دخل انه فوق يسار فوق يمين، ما له دخل، شيء غريب اقسم بالله. اوكي هذا لازم ما المس ولا شيء. خلاص يا ابني اي خليني، لازم اخذ سكوتر هذا ما ادري ايش سكيت بورد فوق النقي. اوكي قاعد امشي على خطى ما ادري وش هي، زي ما قلت لكم انه المفروض تاخذ هذا. اوه ضبطت، ايش فيه؟ اوكي والله العظيم قاعد اخلص ليفلات سريع سريع ما ادري شلون. وين اروح؟ صديق وين اروح؟ باركور. اوكي ممكن ارقى؟ لا صح اوكي انا اي في زحلقه اتفقنا يا اخي. كيف بونصر هنا؟ يو اوكي ضبط
وصلنا الليفل نفسه. الحين كيف سكيت بورد هذه كيف نخلصها؟ والله العظيم طولت فيها مره ذيك. انا حظ اليوم حالف انه ما اخلص ولا شيء، يخرب علي كل شيء. سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله دائما وابدا الحمد لله. ما ادري ايش الفخ اللي ما يشتغل. والله العظيم اني ما ادري شلون قاعد اخلص حرفيا، ما ادري شلون لبلات غبيه جدا قاعد اعديها ما ادري شلون. اوكي، واحد اثنين ثلاثه وهوب. ده تايمين كان غلط للاسف. سبعه، شلون وزنتها على كذا؟ وقال لي الحين ترى دراست. اوه الحمد لله خلصت. تكفون. اوكي، وصلنا الليفل الكريه اللي لازم البنفسجيات تاخذ منهم. فالازرق ما تلمسه، الازرق هو اللي يعطيك سكوتر اتوقع، او انه اذا هو اهم شيء الاثنين هذولي. هذا بعد شوي بيتسكم مربع، بعدين اول ما يفتح تحط عنده واحده، هنا واحده، لا واحده طاحت تحت. حلو، تسكر بينفجر. اي انفجر. اوكي خلصنا. هو باقي هذا، على بالي انه خلاص اثنين صار هذا لازم. ايوه نزلت عليه. اوف حلو، الحين وقت سكوتر. اوكي صارت المشكله. يا رب ما تخلص سكوترات، نتوقع لك عدد معين سكوترات او سكيت بورد. وش يعني سكوترات انا؟ اوكي 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 ضبط الحين، ضبط 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 ضبط. لازم تمشي ونحاول ننط على الاخير. ان قلنا تمشي هنا بعدين. اوه خيرا، هارب ذا تارجت. ايه شلون هذه؟ انط. اخيرا تعديناها، والله توقعت اني ما اقدر اخلصها ابد. اوووه اخيرا اخيرا يا الله. اوكي فهمت فهمت هذه. الو على بالي مت، طلع على بالي مت. تجي ووب 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 بسرعه، بس ساتر السرعه. اوكي بالونات، لازم تخشش بينهم، لازم تخشش. انا ما قلت لازم تصقع من اول واحده. ايش في؟ اوه الحمد لله. يا هذا اتوقع اني انزل بدون ما المس هذولي، زي ما توقعت. حلو الحمد لله. اوكي هذا فيها سم. اها هذه نفس ذيك، لازم تلف على يمين او يسار. اوكي تلف يمين او يسار، تلف يمين او يسار، خلصنا. حلو، اهم شيء خلصنا من الليفلات الكريهه زي ذيك الليفلات. حرفيا صدع راسي، كم مره عدت الماب انا؟ والله عدته كثير. اوكي اوكي لازم تنط بدايتها زي كذا. اوف اوكي هذه كذا، لا تزحلق، لا تسوي شيء انت، وقف بس. اوكي الله يكسر الثلج، بعدين تنط هنا. ثاني واحده، ثالث واحده. الله 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 الله، هذه قلنا قبل شوي انها قلق شوي. لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل، كم مره عدنا الماب عشانها؟ يا ساتر. اوكي اوكي قريب، ترى ما يخلص في النص. يا رب يا رب يا رب خلص. تيجي والله حرفيا ما عرفت يعني. اوكي واحده اثنتين ثلاث، في رابع هنا، في رابع هنا يا عيال. لا يكون هي، نجرب. والله العظيم توني انتبه لها، قسم بالله توني انتبه لها. شلون هذه؟ وشلون ما شفتها؟ ولا كيف معت الماب كل الاعداد ذي؟ الله استغفر الله. بس يقول لك شر البليه ما يضحك. يا القهر، يا القهر، حتى من القهر نطيت غلط. اي انا وين ناط؟ وين ناط؟ ابغى اخلص الماب بسرعه خلاص، منقهر من الليفل هذا. طيب كذا بس، يقطع ام القهر صدق، يقطع ام القهر صدق. يا الله يا سلام، جبتها صح؟ افتح الله يقلع ابليسك افتح. طيب هذا شلون؟ وش ذا الليفل؟ جي جي اخيرا اخيرا يا الله اخيرا. الله
خلصناه. يقول العافية على المشاهد، ان شاء الله استمتعتوا. والله العظيم طولت جدا بسبب الليفل التافه اللي قبل شوي، صار فيه بلوك رابع ما شفته انا، يعني قعدنا نص ساعه كذا بس ما شفته ليه ما ادري. يعطيكم العافيه، لا تنسوا كود فيسل، الله يسعدكم جميعا، لان ما حطوا الا 12 واحد حاليا، يعني كل شهر صفر العدد، وكل 14 يوم بعد يتصفر العدد، فصفر العدد مرتين. تنسون كود فيسل اللي يشتري يرسل على انستغرام وسناب وايفون سناب شات، يعني في يوميات كذا خلوه يتوثق مره واحده. يعطيكم العافيه، اشوفكم على خير، سلام.